في هجمة مرتدة، يلعب كرة على اليسار، لديه حلول كثيرة الآن. هالاند حطها في الشباك. دومبلي، دومبلي، هالاند، يا سلام في الشباك. هذه الأمور لا تحدث صدفة بصراحة، تحتاج إلى ذكاء كروي. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over. Damn, no closure. Moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough. I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems. الارتباط بين الفريقين بعد الشوط الأول كانت الكلمة فيه للدفاع. Coming on the field, number 7, Juan Bissaka. ساكا يعتمد هنا على الهجمات المرتدة في اسلوب لعبه، يحاول استغلال المساحات اللي يتركها الخصم في الخلف وينقل كرة بسرعة من الدفاع الهجوم. طبعا التحول السريع من ضربة راسية، كرة في الشباك. دفاع جيد هنا رغم انه ياتي من لاعب هجومي. يمكنهم الانطلاقة في هجمة مرتدة، يلعب كرة على اليسار، لديه حلول كثيرة الآن. هالاند حطها في الشباك. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. فرصة سانحة للتسجيل. بيدري، هدف لجانجو. واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. يمكنهم الانطلاقة في هجمة مرتدة. إنزاغي، فيليبو إنزاغي، إنزاغي، وينجح في تسجيل الهدف. الأمور تبدو سهلة في الملعب، لكنها تتطلب أيضا مجهود كبير من اللاعبين.